السلام عليكم. انفجارات في مدينة إيرانية ناجمة عن تدريبات للحرس الثوري. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت تقارير إعلامية بأنه سمع أصوات انفجارات في مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز الإيرانية، فيما ذكرت وكالة إيرنا أن الأصوات ناجمة عن تدريبات تجريبية لقوات الحرس الثوري في المنطقة. وحسب المعلومات فقد تم تفعيل عمل أنظمة الدفاع الجوي لسهل طهران بالقرب من جبال البرز ليلة الماضية، وتناقلت وسائل الإعلام مقاطع فيديو أظهرت ما يشبه غارات عسكرية في المدينة التي تقع في غربي طهران. وقد نشرت وكالة إيرنا مقطع فيديو مرفوقا بتوضيح قالت فيه إن الأصوات الانفجارات ناتجة عن تدريبات تجريبية لقوات الحرس الثوري في المنطقة. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله أجرى الحرس الثوري الإيراني تمرينا دفاعيا حول مدينة كرج ليلة الخميس، وتمت مهاجمة أهداف افتراضية خلال الليلة لعدة دقائق. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.